يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الأحد حار رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس ما للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 34-24، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-23، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 35-23، إلى السويس 34-24، العريش 32-23، طابة 32-25، شرم الشيخ 37-28، والغردقة 36-27، إلى الأقصر 40-27، أسوان 40-28، الوادي الجديد 39-26، حلايب 34-28، وشلاتين 36-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.